فانا كنت في عين المكان، كنت انا اللاعب ديال نادي الشباب التيزيرت، كنا لاعبين ماتش يلا دخلنا كنسخنوا، كنت لعبت بعدا في الفرقه الاولى ديال الترتيب ما بين اوغوز وامارين، لعبوا ماتش الاول ما كانت الشتاء، كانت شويه الشتاء ما كانش داك الشتاء اللي كتوقع ان الواد غيحمل داك الدرجه كلها، تلعب ماتش الاول دخلنا هنا ماتش ثاني يلا دخلنا كنسخنوا مزال كاع ما دخلش فرقه اخرى يلا جاوا باقيين في الفيستير، دخلنا كنسخنوا شويه صبات الشتاء صبات الشتاء شويه والناس علمونا قبل قالوا لنا راه بشي قسمين قالوا لنا راه الواد راه حامل، ولكن مع ماشي داك الدرجه داك الشتاء اللي صبات ماشي داك الدرجه ديال داك الواد كامل تبارك الله اللي كان حمل، واحد شويه الواد حمل داك الدرجه والناس كيغوتوا حيدوا من التيران حيدوا شي حييد وشي طلع فين وقع الفاجعه في تريبيل كان فيها الوالد ديالي الله يرحمه حتى هو والخال وداك الناس تاعهم ديال الدوار اللي ماتوا، عياو الناس ما يغوتوا عليهم هودو مساكن القدر ديال الله سبحانه وتعالى تقاضى الاجل، والوالد مسكين هو اللي عندنا واللي خدام علينا في الدار بوحدي، انا بوحدي اللي عنده في الاولاد واختي مسكينه تزوجات، والقدر ديال الله سبحانه وتعالى الناس مساكن عايشين والله عايشين في القاهره هنايا ما كاين لا ما كاين لا يا بنادم دابا الا غيمشي الا خاصته الخضره ولا خاصته ما كاينش فين جيبها، راه كل نهار كيحمل الواد والناس عايشين هنايا غير في الطوار هنايا غالب الله ان اللي وين اللي رجعوا. كيفاش انتم كعائله كيفاش تلقيتوا هذا الخبر ديال الوفاه ديال الاب ديالكم اللي كان هو كيعيل الاسره، كيفاش تلقيتوها وشنو كان رد الفعل؟ كانت الصدمه اخويا صدمه قويه بزاف مع الاب ديالي، كان واحد الانسان دريوش مسكين كنت ندور كامل كيعرفوا دريوش ولله ما اعطى ولله ما اخذ ان اللي وين اللي رجعوا.